المرة الماضية في البريشر سنسرز إذا لحد أنا شوفنا حكينا عن الليفل وحكينا عن السترين من السترين تبعه طبعا الفورس والتورك وحكينا بعدين عن التمبرشر هلا بدنا نحكي عن البريشر المرة الماضية حكينا عن الأبسولوت والجيج والديفرنشال تأكدتوا من الأبسولوت والجيج مين يتأكد منه؟ الأبسولوت هو أبسولوت بريشر مش هيك؟ الجيج هو الفرق ما بين أشياء الفرق ما بين الأتموسفيريك يعني الجيج بكون بيطلع عندي بهذا الشكل لو عندي هون بروسيس معينة يفضل البروسيس هاي أعلى من الضغط الجوي وهذا مفتوح من هون صفة هون عندي الضغط الجوي وهون عندي فعلى فكرة مثلا العجال عجال السيارات لما احنا بنقول عجال السيارات قديش ضغط عجال السيارات 35 ايش ماشي ما تقريبا حوالين 30 مش هيك PSI هاي PSI جيج مش ابسولوت يعني بدك تضيف له الضغط الجوي فهون انا عندي بالحالة هاي انا عندي هون اتموسفيريك بريشر عندي هون البروسيس الفرق ما بين هدول الاثنين هو الجيج الابسولوت بريشر لو انا عندي هذا سكرته لو هذا مسكر مفرغ هذا هون فاكيوم الفرق بين هدول الاثنين راح يكون الابسولوت بريشر تبع البروسيس هذه من هون والديفرنشال بريشر اذا عندي انا عندي مثلا بحاله الفلو راح نشوفها هاي لو انا عندي اوبستراكشن ايش اوبستراكشن يعني عائق شيء امامك شيء عماله بحط عوائق امامك عائق بنقول هذا في اوبستراكشن اوبستراكشن لو عندي اوبستراكشن زي هيك وفي عندي فلو للفلويد وقست انا الضغط هون وقست الضغط هون ايش راح الاقي راح انه الضغط هون ايش راح يكون بالنسبه اذا الفلو بهذا الاتجاه الضغط هون راح يكون اقل راح يتكون عندي مثلا شيء زي هيك اذا هذا كان زي بقى او سائل معين الفرق هو الفرق ما بين البريشر انا بالحاله هاي مش مهتم بالابسولوت بريشرز انا مهتم بس بالديفرنس البريشر بين النقطه هاي والنقطه هاي فعندي هون ديفرنشال بريشر اليونت تبعت البريشر هي الاس اي يونت ايش هي؟ هي نيوتن بير سكوير متر من ناحيه عمليه نستخدم هاي الوحده صغيره جدا كوحده بريشر بنستخدم عاده نيوتن بير سكوير مليمتر اللي هي ميجا باسكال يعني كانك عمال تقول لو انا جبت مليمتر مربع وحطيت عليه فورس معينه هاي بتكون هاي هي البريشر اللي انا بقيسها بالميجا باسكال الأرقام الثانية المستخدمة الشائعة جدا هي pounds per square inch هي pounds force راح تكون هون pounds force per square inch أو عندي البار واحد بار بيساوي 10,000 باسكال وتقريبا هذه بتساوي 1 atmospheric pressure تقريبا الخط هذا واضح على الخطر هون مش كتير استخدم أحمر هو مقروء بس مش بين دكتور على الهاتف طب خلص نستخدم ال وعندي ال PSI 1 PSI حوالي 6800 باسكال دكتور 10000 مش ميتر لا مكتوب صح مكتوب صح ميتر صح 10000 ميتر صح مين قال 10000 10 انت حكيت 10000 انا قلت 10000 اه دكتور نعم بس مش هون الضغط بيعتمد على اختلاف الاريا الضغط بيعتمد على اختلاف الضغط عشان اختلاف الاريا الاريا المفروض هاي الاريا تكون نفس هذه الاريا الاريا بالرفرنس هذه الاريا طبعا طبعا الديفرنشال بريشر بيعتمد على الاثنين وبدي اعمل له كاليبريشن يعني احنا بنوع بناخذ مش على نفس الاريا هون يعني لا مصيبه اي اريا بس بتحكي عنها انت بتحكي عن هاي هاي وهاي مش هيك هلا هاي المفروض اريا ترجع نفس الاريا هاي تكون طب لما يرجع مش برجع البريشر نفس مكانها في السرعه بعد فتره اللي بحكيه ادهم بقول انه بعد فتره مش هذا البريشر بيرجع نفسه مضبوط بشكل مؤقت هون اللي بيصير بيرتفع البريشر شوي هون وبعد الاورفيس بينزل البريشر وبعدين برد بيرجع بس شو بتلاحظ في لص بسيط للبريشر
في لوس وين دفعته الثمن هذا اللي دفعته فيها. فهذا الديفايس هاي الديفايس هاي الديفايس لقياس ايش على فكره؟ فلو. الفلو هاي احد طرق قياس الفلو اللي هي مجموعه ميثودز في الفلو احد المجموعه عامه في الميثودز في الفلو في ميجرمنت الفلو بنسميها اوبستراكشن ميثود. انا بعيد الفلو تبع السائل وبقيس الديفرنس في البريشر ما بين الجهتين ما بين الجهه هاي والجهه هاي. كل ما زاد الفلو مع بقاء كل العوامل الثانيه كونستنت الفرق بين البريشر من هون في العلاقه في علاقه معينه بينه وبين شو الفلو راح يصير هون عندي نوع الفلو شو راح يصير تيربلنت. حتى لو كان لامينر هون هون راح يصير عندي تيربلنت فلو. راح الاقي هلا هذا اللوس اللي بيصير عندي من هون طبعا انا هون حسب سؤال ادهم مفروض هذه احطها في المكان كريتيكال اتس كريتيكال وين بحطها ما بقدر احطها في اي مكان لانه بعدها كثير شو بيصير لازم اكون لازم اقدر اجيب هاي تكون في المكان يعني هاي لو ترسمها بشكل دقيق بدي هون الارتفاع في البريشر يكون الانخفاض في البريشر هو النقطه اللي عندها بدي احاول اقيس حسب ايش من القيس يعني اذا بدك من القيس اللوس مثلا على هاي الموضوع احنا بدنا نقيس فلو لو بدي اقيس فلو لو بدي اقيس فلو بدي اعرف هذا الديفرنس بريشر بيفور اند افتر. نعم ارتفاع البريشر هلا افرض عندك ناس مجموعه ناس ماشيين هون ماشي ماشيين بسرعه معينه كميه من الناس كبيره من الناس وصلوا على الباب شو راح يصير بينهم راح يصير تدافع اذا بدك تاخذها فيري كروي مضبوط نفس الشيء الفلو يا شباب اذا سمحتوا اللي بيحكي عمر عابدين وهذا هلا بلاش اطلع حد انتم يعني بحترمكم بحبكم بس حكيكم صاير كثير فبلاش اطلع حد هلا هون النكت والهاي على كميه عندي فلو هون عماله بيمشي الفلو انا عملت له اوبستراكشن كل الفلو هون ما راح يضمر من هون فبرتفع البريشر الاريا جدا مش السرعه بتزيد السرعه بتزيد السرعه هون بتزيد هلا انا هون بحكيش عن الضغط عند النقطه هاي انا بحكي عند النقطه هاي تقريبا برتفع البريشر نرسم الرسمه هاي هون عند هاي النقطة بترتفع البريشر عند النقطة هاي قبل ما يبدأ تتغير السرعة يعني هون صار ارتفاع البريشر لأنه انحشر اللي هو الرسمة بالضبط بناخذها بالفلو لما ناخذ الفلو موسومة بالضبط وإذا بدكم هاي كان أحد المشاريع أنا كنت بفكر إني أنزلها في جزء في علم مشهور في الميكانيك اسمه Computational Fluid Dynamics CFD وفي برنامج عندي موجود اسمه CFD Computational Fluid Dynamics معناها طبعا هون عمالي بدرس الفلو تبع الليكويد وبقدر اقسم هذا الليكويد لقطع صغيره زي ما بعمل في الـ في الفاينايت اليمنت اناليسيس مرت عليكم الفاينايت اليمنت اناليسيس حكينا عنها من هيك لو انا عندي قطعه ستيل وقطعه ستيل هاي عرضتها بتتذكروا كنا نحكي لو كان عندي هون فتحه بقطعه ستيل هاي لو كان عندي هون دائره وجيت شديت هاي بليت وانا حافر فيها حفره هون دائريه وشديت على القطعه هاي بشكل عام لو هي يونيفورم لو انها يونيفورم فيش فيها القطعه هاي سهل اني احسب ستريس وسترين مش هيك الستريس سهل جدا احسبه هون لانه بقسم الفورس على الاريا طبعا بحمل انا الجوانب بس لو انا عندي قطعه لو عندي فتحه زي هيك فيها كيف بدي احسب ستريس عند النقطه هاي الحل الوحيد ان احسبه او احسن حل هلا موجود في برامج اسمها فاينايت اليمنت اناليسيس فاينايت اليمنت اناليسيس بتقسم هذه القطعه نظريا بتقسمها لقطع صغيره جدا وتجاوب وبتحسب بعدين بتعمل كومبيتيشن عليها فبتطلع مثلا بتقول لك انه ستريس بتطلعها بالوان مثلا هون بتعطيني احمر هون مثلا بتعطيني ازرق هون بالمنطقه هاي بتعطيني اخضر وكل هذا لون بيكون له علاقه بستريس مثلا بقول هذه كذا ميجا باسكال هاي مثلا 800 ميجا باسكال 700 ميجا باسكال مثلا لحد مثلا 100 ميجا باسكال بتعطيك اياها والريزلت تبعتها بتطلع على شكل على هذا الشكل من هون كريزلت فهاي فاينايت اليمنت اناليسيس الفكره فيها انه انا بقسم لفاينايت اليمنت بقسم القطعه لفاينايت اليمنت بعمل مش وبعدين بتعمل الحسابات بتصير لكل قطعه من القطع الصغيره هاي تحسب الباوندري كونديشنز نفس الفكره انا ممكن اعمل هون في الفلويد الفلويد انا ممكن اجيب الفلويدز من هون كاني بقسمهم لقطع صغيره وبحسب فهذا البرنامج بامكانك انت تعطيه الشكل اللي بدك اياه الاورفيس اللي بدك اياه لانه في اشكال كثيره طبعا هاي مثلا مثلا ممكن يكون عندي بس اوريفيس واحد يعني يكون عندي ديسك والديسك انا فاتح فيه فتحه صغيره من هون لها مطر معين هون بصير عندي الفلو ممكن انا اخذ هذا اعمل له موديلينج احط على فلو معين على سرعه معينه بعطيك السرعات تبعت الفلويد بعطيك البريشر تبع الفلويد بعطيك الفلو تبع الفلويد عن طريق استعمال برنامج
سي اف دي. اذا بس نيجي على الفلو بنحاول نطلع عليه ونشوف في البرنامج اللي موجود والريزلتس اللي بتطلع منه. دكتور هلا البريشر ما برجع زي ما كان يعني ما برجع بتطلع زي ما كان بتطلع اقل شوي حتى بعد مسافه شوي بريشر لوس صار عندي بريشر لوس وين راح هذا بروح على شكل هيت بروح على شكل نويز في هذا نعم دكتور مش موقع هذول الفتحتين اللي تحت احنا هون في خطر انه دخلنا بالفلو بكير بس مش مشكله كمل دكتور عشان انت حكيت كريتيكال بتكون عشان هون يكون اقل شيء صح موقعهم برضه يعني موقعها بيعتمد على سرعه الفلو على ضغطه طب كيف بدنا نعرف يعني هل انت بدك تقيس شغله انت مش عارف الفلو وين موجود قديش سرعته قديش ضغطه انا ما بعرفش ايش العلاقات بينهم ما بعرف العلاقات بينهم وين الايديال بليس انك تحطه هذا بصير بيعتمد على التصميم تبعه بس المفروض انت اذا صممته وبعته مفروض تقول ايش الرينج تبعه اللي انت صممته على اساس انه الرينج تبعه هذا يكون يقدر ياخذ يعني تكون هذه صحيحه مكانها صحيح يعني هل الفرضيه اللي انت حطيتها هل احنا متاكدينها صحيحه ايش الفرضيه اللي هو حطها ايش الهايبوثيسز اللي هو افترضها انه لازم يكون في محل انه حسب تغير الفلو نقطه المينيمم بريشر عمالها تتغير انا ما بعرف انه هذا صحيح ولا لا ممكن دكتور لانه لو كان فلو كثير بطيء حيضل كله نفس السرعه نفس الضغط نفس كل شيء انا بحكي عن مكانها مش قيمتها انت بتحكي عن مكانها هل مكانها بتغير مش متاكد لو كان فلو كثير ضعيف راح يكون مباشره بعد الريفرس نفس البريشر نفس السرعه انت عمالك بتخلط بين شغلتين لا ما هو اذا كانت هيك مكانها حيتغير هل عم بتقول ان اذا نزل الفلو راح يصير شكلها هيك ولا عم بتقول اذا نزل الفلو راح يصير المينيمم تبعها هون بالضبط هذا بكي انت بتقول انه المينيمم تبعها بتغير مكانه انا مش متاكد من هذا الكلام يعني هاي بدك تطلع تشوف انا اللي بتوقعه اذا انا ببيع عمالي فلو ميترز والفلو ميترز انا مثبت هذا المكان المفروض انه هذا ما بتتغير او بكون ماخذها بعين الاعتبار في حسابات تبعتي بس يعني في خطر هون ندخل بالتفصيل هلا بالفلو قبل هاي نعم هلا من تشيلرز لما تكون برد الميه اللي بتدخل من عشان تعمل الكولينج الاير كونديشنر بعدين هم يرجعوا هو بصير سخن او بصير درجه حرارته عاليه عشان ينخفضوا حرارته كمان مره بيستخدموا الارض بالارتس هلا دكتور اذا البريشر ديفرنس بين البوينت اي وبوينت بي ما كانش عالي هم بيعتمدوا عليها انه الفوليوم نفسه البريشر دروب رح يكون عالي فالتمبرتشر دروب رح يكون عالي فاذا كان البريشر نفسه طيب كيف بيعتمدوا على هاي الثيري ما بعرف هلا بلاش تدخل اذا في عندك يعني جرب جيب معلومات عنها وخلينا نطلع عليها بس لما تضغط في الفصل الماضي المكان كان فيه تشيلرز هلا التشيلر فيها كولنت ببرد المويه طيب شوف ايش بدك تعمل جيب معلومات عن مبدا عمل التشيلرز جيب لي اياها معلومات خلينا نطلع عليها ونشوف اذا فيها شيء ريليفنت بنحكي فيه هون في خطر احنا نعمل ديستراكشن كثير استطراد بصير ندخل يعني في موضوع تاني انا مش ما انا بحب ببسط لما الطالب يرفع يعني يجيب اشياء يعني اللي كان مثلا دائما عمر دائما بيجيب افكار وبحب بس مرات في خطوره انه احنا نصير ندخل في شغلات كتير مش من مجالنا يعني احنا اوريدي استطردنا من بريشر لفلو بس الفكره فيها انا ليش حبيت ادخلها هون لانه هاي من اهم تطبيقات الديفرنشال بريشر اهم تطبيقات الديفرنشال بريشر رئيس الفرق بالضغط ما بين مكان ومكان تاني هو في الفلو في ميجرمنت اوف ذا فلو طبعا احد الاشياء الرئيسيه اللي بنستخدم فيها الضغط بنحول احنا الضغط لمسافه في حاله الزئبق فبنيجي بنقول مثلا الضغط هون عباره عن كذا مليمتر زئبق مثلا 760 مليمتر زئبق بتساوي ضغط جوي واحد طيب طبيعه الضغط اذا بدنا نحكي في ضغط الغازات إذا عندي ضغط غاز، الضغط تبع الغاز بيعتمد على أشياء مختلفة، بيعتمد على سرعة المولكيولز اللي موجودة في الغاز، والسرعة هاي بتزيد مع إيش؟ زادت الحرارة. فعلي الـ BRMS المولكيولز هاي اللي موجودة تبعت الغاز تربيع الـ M و N واحد عن ثلاثة، V اللي هي الـ RMS root mean square molecular velocity RMS لاحظوا احد الاشياء الجيده في الاس اي يونتس شو هي انه لما انا بطلع معادلات بحسب معادلات غالب الاحيان ما فيش عندك كونستنتس مزبوط يعني باجي بقول مثلا انه الورك بيساوي الباور الفورس في السبيد مثلا بتعطيني باور ما فيش عندي كونستنت احطه قبلها في الاس اي يونتس لانه لما استخرج اليونتس لما عملوا اليونتس شال الكونستنت وهو خلى اليونت انه اليونت هاي بتساوي 2 يونتس هذول مضروبين في بعض
اذا بتطلع على الامبيريال سيستم اللي بيكون مستعمل الامبيريال سيستم بتلاقي كلها كونستنت. هذا كونفرجن لانه اليونتس تطورت بشكل منفصل، فلما يجوا بدهم يربطوهم ببعض اضطر انه يحط كونستنت معين. مثلا في الاكسلريشن تو جرافيتي، او في جرافيتي فاكتور لازم اضيفه في حسابات الامبيريال يونتس اللي هو 32 حتى اصحح. احنا ما فيش عندنا في المتريك بقول مباشره اف بتساوي ام في ايه، ما فيش كونستنت في ام في ايه. هاي من الاشياء من ميزات المتريك سيستم كمان، لانه اليونتس لما تطورت مع بعض او طور اليونتس مع بعض بحيث انه ما يكونش في عندي كونستنت. عندي ان هي المولكيولار دنسيتي يعني عدد المولكيولز بير فوليوم. وام هي مولكيولار ماس. ما بدي تحفظ المعادلة هاي، بس احنا عمال نقول انه بدك تكون عارف انه بيعتمد على الماس تبعت المولكيول، عدد المولكيولز اللي موجودة في متر مكعب، والسرعة اللي عمالهم بيمشوا عليها. حتى انا لو ثبت هدول الاثنين، لو ثبت الغاز طبيعة الغاز يعني وزن المولكيولز اللي موجودة وعددها الدنسيتي تبعتها، اذا انا زدت سرعته البريشر تبعه بتناسب مع مربع على درجة الحرارة، مربع السرعة. لكن في ار ال اس نفسها تساوي سكوير روت اوف 3 كي تي كي، هون عندي كونستانت على ام. ام اللي هي لسه مولكيولر ماس من هون، تي اللي هي درجه الحراره بالكلفن، كي اللي هي البولتزمان كونستانت. تذكر البولتزمان كونستانت اللي استعملناه وين؟ مش ستيفن بولتزمان، البولتزمان كونستانت بالنويز لما كنا نطلع على الوايت نويز. البولتزمان كونستانت اللي هو جولز بير كلفن بير مولكيول. لو عوضتها لهاي هون اخذتها هون شو بصير عندي؟ لو حط في ار اس سكوير بتساوي 3 كي تي على اس، وانا عندي اصلا 1 على 3 ان ام من هون 3 بتشطب مع 3 صار عندي هذه بتساوي ان كي في تي. صار عندي علاقه ما بين البريشر والتمبرتشر، وهذا احتمال ما ايش بتناسب؟ مع الفوليوم. يعني هون في عندي انا تي في دي في تناسب ما بينهم، يعني هون عندي تناسب انا طردي، كل ما زيد درجه الحراره بزيد معي البريشر ات كونستانت ات كونستانت فوليوم. هو ايش اسمه؟ بويل في كمان قانون عن المين فري، هذا ما في حاجه زي ما حكيت احفظوهم، بس تكون فاهم الايكويشن. لو شفت الايكويشن تفهم شو معناها، شو الفيزيكال سيجنيفيكانس تبعها. هلا في مبدا مهم حكينا فيه قبل هيك بس كنت نراجعه مره ثانيه، واللي هو ريزونانت فريكونسي لاي سيستم. ريزونانت فريكونسي لميجرمنت سيستم اذا بدي اقيس، بدي استعمل جهاز كميجرمنت ديفايس يقيس سيجنال معينه، السيجنال هاي ممكن يكون فيها فريكونسي. اذا كانت الفريكونسي تبعت السيجنال اللي بقيس فيها قريبه عن الفريكونسي الريزونانت فريكونسي تبعت الميجرمنت سيستم، شو بصير عندي؟ بصير عندي لارج امبليتيودز، واللارج امبليتيودز هاي بتاخذ فتره طويله حتى تو داي اواي، وعمالها بتعطيني خطا في القياس. هذا بينطبق على الاكسلروميترز وبينطبق كمان على البريشر سيستمز. البريشر سيستم بطبيعته في ريزونانت فريكونسي هلا بنشوف، فبدي احاول دائما اتجنب، فبدي الفريكونسي تبعت السيجنال بدها تكون اقل من الريزونانت فريكونسي تبعت الميجرمنت سيستم. طبعا اكثر يعني اقل او اكثر بكثير، طبعا بدها تكون يعني لا تساويها بعيد عنها، بس بهاي الحاله مثلا اذا كانت هاي الريزونانت فريكونسي عاليه بدي الفريكونسي تبعت السيجنال تكون اقل، والا عمالي باخذ عمال بطلع عندي قراءات خاطئه لانه سببها الريزونانس. يعني لو عندي اكسلروميتر زي هيك، الاكسلروميتر عماله بتحرك عمالي باثر عليه، وكانت الريزونانت فريكونسي تبعت السيجنال اللي بتعمل له اكسايتيشن مساويه او قريبه للريزونانت فريكونسي تبعت هون، شو راح يصير؟ عمالي بعمل له اكسايتيشن على الريزونانت فريكونسي تبعته، الامبليتيود راح تكون كبيره جدا وراح تاخذ فتره حتى تعمل تايم. اللي بيطلع معي القراءه اللي بتطلع معي ما بتكون صحيحه.
دكتور كيف نخلي مثلا الفريكونسي تاع السيجنال اقل منها بكثير او اكثر؟ لا انا ما بخليها، انا بدي اطلع بدي افهم السيجنال شو هي وبدي اختار جهاز مناسب. يعني عمليا انت بدك تغير الفريكونسي تبعت الجهاز مش تبعت السيجنال. صحيح، بس بدك تكون تنتبه العلاقه ما بين الاثنين انها تكون صحيحه. احد الامثله على قياس البريشر يكون عندي تيوب في بروسيس معينه هون عمال بدي اقيس البريشر تبعه، ربطها عن طريق التيوب. التيوب هذا له دايمتر، له راديوس ار، دايمتر تبعه 2 ار، وله طول معين. وديت البريشر هذا للتشيمبر، طبعا انا من ناحيه ايديال انا بدي البريشر هون يكون مساوي للبريشر هون، يكون مساوي للبريشر تبع البروسيس، مش هيك؟ بس انا في عندي عمال بتصير هون في العمليه هاي، في عندي داينامكس عمالها بتصير. اذا هاي الفريكونسي تبعت البريشر عمالها بتتغير، رح يكون في عندي اختلاف بالفيز وبالامبليتيود ما بينها وبين البريشر اللي موجود هون، وهذا كله بيعتمد على الدايمتر تبع هذا التيوب، بيعتمد على الستيفنس تبعت هذا الدايفرام. انا هون عندي دايفرام بستخدمه في قياس البريشر، الديسبيسمنت تبعته او التنشن اللي موجود فيه بتناسب مع البريشر. هون في عندي فوليوم معين لهي التشيمبر، وعندي ترانسدوسر سنسر انا حاطه هون، يا اما حاطه في المكان هذا او مثبته مثل اذا كان هذا دايفرام هون مثبته. انا هون عندي الترانسدوسر البريشر ترانسدوسر او البريشر سنسر. ليش طيب رحت لهذا الشيء المعقد؟ انا احيانا مجبر عليه، يعني ما بقدر احط البريشر سنسر عند البروسيس نفسها، مضطر اني اخذ مسافه معينه، اخذ بالتيوب، اخذ البريشر عن طريق التيوب، والتيوب بعدين اوديه للسنسر او الترانسدوسر اللي بيقيس البريشر. فعندي هاي هون كلها ايش راح تسبب لي؟ راح تدخل لي هون ريزونانت فريكونسي، هذه هون كلها لها ترانسفير فانكشن، مش هيك؟ يعني هذا كسيستم له ترانسفير فانكشن، بقدر افكر بهذا السيستم من هون كانه ميجرمنت سيستم، في عمالي بدخل له انا بي اوف تي اللي هي البريشر، بيطلع عندي معي من هون كيو اوف تي. كيو اوف تي ما بالضروره يساوي تي اوف تي دايناميكلي، مش هيك؟ ففي عندي هون ترانسفير فانكشن عمالها بتاثر عليه. مفهوم؟ يعني هذا هون السيستم اللي احنا حطيته هون، انا ما بدي اياه، انا ما بدي هذا السيستم، ما بديش الانترفيرنس اللي صار. انا لاني استخدمت هذا الارينجمنت هاي اللي موجوده هون، صار في عندي اوميجا ان، صار في ريزونانت فريكونسي لهذا السيستم، وصار في له زي في له دامبنج، صار عندي هون سكند اوردر سيستم بسبب الارينجمنت اللي انا اخذتها هون، اللي بتعتمد على الريجس تبع هذا التيوب من هون، بتعتمد على الدنسيتي تبعت الفلويد اللي موجود هون او الغاز، بتعتمد على هذا الطول. يعني هدفي من هذا المثال هون انه تفهم فكره انه اي سيستم تستخدمه حتى ينقل البريشر او التمبرتشر في له ترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن هاي راح يعمل انترفيرنس مع البروسيس، ولما درسنا ميجرمنتس درسنا كيف نتعامل مع هذه الاشياء، مش هيك؟ بعرف كيف ايش زيتا، بعرف اوميجا ان، ايش السيجنفكنس تبع اوميجا ان وزيتا، مش هيك؟ ايش الريزوننت فريكونسي، على الاقل بعرف ايش الريزوننت فريكونسي عشان اتاكد الريزوننت فريكونسي تكون مختلفه عن الفريكونسي تبعت السيجنال اللي موجوده هون. هاي الارينجمنت اللي موجوده هون زيتا الها مثلا بتساوي 2 2 ميو على رو اللي الدنسيتي تبعت الفلويد. هلا شوف سي الفيلوسيتي اوف ساوند هذا الفلويد، ميو اللي هي الفيسكوسيتي تبعت الليكويد هذا اللي موجود هون. لا 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 ما في حاجه، انا بس هون بحط هون بس كمثال انك تصير عندك ابريشيشن احساس انه لو انا عندي فيزيكال سيستم، فيزيكال سيستم له دايمنشنز معينه وخصائص معينه كفيسكوسيتي وك دنسيتي، هاي الخصائص عمالها بتعمل لي زي ترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن عم تعمل تفكير. انا في العالم المثالي شو بدي؟ في اوف تي اللي تكون هون في كل الحالات دايناميكلي او ستاتيكلي تكون مساويه لكيو اوف تي اللي بقيسها هون، بس هذا في الواقع ما بصير عندي، لانه انا في عندي ريديوس معين هون، في عندي هذا له دنسيتي معينه، هذا له فيسكوسيتي معينه او الميول اللي هون اخذناها الفيسكوسيتي لهذا السائل. خليني اكمل المعادله.
3 ال اللي هي طول الانبوب v اللي هو الفوليوم تبع التشامبر اللي موجوده هون وهذه الخارج. فانا هون عمالي بقول انه الدامبنج ريشيو تبعت هذا السيستم بتساوي 2 في الفيسكوسيتي على الدنسيتي بسرعه الساوند في هذا الفلويد في r اللي هي r كيوب اللي هي الراديوس تبع. وهون بقدر اعرف كيف ازيد الدامبنج ريشيو وانزل الدامبنج ريشيو مش هيك؟ تغيير تغيرت اذا زدت r مثلا غيرت r اذا زدت r شو بصير عندي؟ بنزل الدامبنج عندي اذا صغرت r بتكبر عندي الدامبنج وهيك بالنسبه ل l بالنسبه ل v كل هاي الاشياء بتاثر عندي على الـ. وعندي اوميجا اوميجا n بتساوي square root of 3 pi r square c square على 4 l. بس ممكن انا اعطيك سيستم مشابه واعطيك العلاقات هاي مثلا اقول لك علق لي ايش كيف ممكن تحسن الريسبونس تبع هذا السيستم. يعني لو طلعنا هذا السيستم كيف ممكن اغير انا اوميجا ان ايش ممكن اعمل في ار؟ يعني ار بتاثر على اوميجا ان مش هيك؟ سي بتاثر على اوميجا ان بس سي طبعا لها علاقه بالسبيد اوف ساوند في هذا الفلويد. ال و في طول التيوب والفوليوم تبع التشيمبر هذه منها. الفكره هاي فيها كلها انه انا صرت اقدر اعرف الترانسفير فانكشن اللي كنا نحكي عنها ولاقيتها بالفيزيكال دايمنشنز والبارامترز تبعت هذا الفلويد. يلا طلعوا نشوفكم يوم الاحد اللي بحب يمر يوم الخميس عشان ياخذ دوره.